مشاهدينا 90 دقيقة أخبار تتواصل معكم في موضوع آخر. فجر المدير العام لأملاك الدولة فضيحة من العيار الثقيل، وهي واقع منح العقارات الصناعية للمستثمرين تحت مبدأ المحسوبية، وهو ما يتنافى مع مساعي تطوير الصناعة في بلادنا. المدير العام لأملاك الدولة تحدث عن المحاباة في منح العقار الصناعي من قبل بعض ولاة الجمهورية. التقرير لمحمد سعداوي. Quand vous avez 100 terrains et vous avez 5000 demandes, vous connaissez la suite. C'est le délit d'initié. Celui qui est le plus introduit peut obtenir. خرجة غير متوقعة تلك التي قام بها المدير العام لأملاك الدولة، الذي اعترف أمام رجال الأعمال وبدون تحفظ بأن العقارات الصناعية تمنح بالمعرفة لأصحاب النفوذ في خرق صارخ للقانون. On est aujourd'hui pour l'intérêt de notre pays, il faut dire les choses en face, il faut dire la réalité du terrain. On n'a pas le droit aujourd'hui de dire des choses comme ça théoriquement, de dire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. قصص تروى حول عقارات منحت خارج القانون في مختلف الولايات ومناطق صناعية حبر على ورق. فالعشرات من القطع الأرضية منحها ولاة الجمهورية للمستثمرين، لكن هؤلاء يصطدمون بأن العقار موجود على الورق ولا أثر له ميدانيا. Il y a des arrêtés signés par le wali, le foncier n'est même pas identifié. ما كانش le foncier. ما كاش الفونسي سيلي سين لاريتي داتريبيسيون دان تيرا او نيفو دو لا ولايا بور رياليزي تال تيب دانفستيسمون سيلي كي ا لاريتي يل فيان شي لي دومين يل داير سي سكون لوي دي سي سكون دي او دانفستيسور لوي دي نو اون فوزا دوني لو برينسيپ دونك دو تيرا بور رياليزي فوتر انفستي الي فوار افيك لي دومين بور فو شوازير ان تيرا. سؤال كبير يطرح، كيف نقيم صناعة في ظل البيروقراطية وغلبة سياسة المعرفة على حساب مصلحة الاقتصاد الوطني؟